زاوية كما ينبغي، رد فعل سريع من جانب فريق مودريتس بجاية كرة طويلة أمامية، ما فيش وضعية تسلل هذه المرة لدفاع تاجر داخل منطقة العمل، كرة في القائم الأول تبقى وخروج الحارس ورحماني تمكن من هذه الكرة، مرت سريعة من المباراة المتأخرة بين الدفاع والمولودية، مرفوعة رأسية من والحارس يتألق رحماني في الوقت اللي فيه راية ووضعية تسلل. بون مدايس مرة أخرى ضيعة منه، ما فيش وضعية تسلل، فرصة لفتح مجال التهديف ضاعت على دفاع تجنان. في المرة الأولى تألق رحماني ويحتج على الحكم المساعد، يبدو لي شيبان لم يحسن استغلال هذه الكرة المرتدة، سنشاهد الإعادة. في المرة الأولى شيبان تألق رحماني قابلة للتهديف من جانب فريق دفاع تجنات الذي يحاول الضغط، يواصل ضغط دفاع تجنات في اللحظات هذه داخل منطقة العمليات. ماذا يقول الحكم؟ يقول فيه ركلة جزاء، يقول فيه ركلة جزاء. في الأخير بوسليماني يعلن عن خطأ وعن ركلة جزاء لدفاع تجنات بعد هذه اللقطة والعمل الفردي من أحد عناصر دفاع تجنات. مشاهد دمان حمزة يتألق وتدخل المدافع يبدو لي بوعلي هو الذي في احتكاك مع اللاعب دمان حمزة ويتمكن إذن دفاع تجنات من فتح مجال التهديف. وكأن الآن فريق دفاع تجنات ربما سيهدي من ضغطه، يتواصل الآن محاولة داخل منطقة العمليات، فرصة أخرى ارتباك على مستوى دفاع فريق مولودية بجاية داخل منطقة العمليات. جيتون في القائم الثاني، كرة لناحية من تبقى لدفاع تجنات، تسديدة تسويبة ما يلحقش عليها اللاعب صالح، ثم الانطلاق هدف التعادل، وهدف التعادل في الدقيقة 28 من اللاعب مساعدية تمكن من تعديل النتيجة وخروج لتيم، إلا أنه رفع الكرة بامتياز بدكة بحنكة كبيرة لهذا اللاعب مساعدية، قل صاحب خبرة وتجربة، يتمكن من تعديل النتيجة مرة أخرى وتبعث المباراة من جديد. كرة مرفوعة المتابعة، في كل مرة الكرات بعيدة، ضربة الجزاء في هذه الكرة المرفوعة في القائم الثاني، رأسية من والحارس في الأخير، كرة تصطدم بالعارضة دمان حمزة. نشوف الإعادة مرة أخرى، رأسية من إبعاد الكرة من الرحماني، ظاهر الأيسر انطلق ترباي، حط كرة ممتازة ورحماني يتألق إبعادها من الرحماني بقوة، إذا اللاعب يسدد بقوة هذه العرضية من ترباح وتألق رحماني، وأمامنا بوسليماني هو أيضا يحسم الأمر ويعلن عن نهاية المباراة.